بعدين منيجي لسدوم وعمورة. سدوم وعمورة يعني وصل الشر والشذوذ الجنسي لدرجة إنه الله أمطر نار وكبريت حتى تحرق كل الغور. يعني منطقة غور الأردن فيها كان 5 مدن، 4 مدن راحت اتحرقت وتدمرت تدمير كامل، وما نجي أي شخص من طبعا من هذه الضربة الإلهية اللي حلت على الشعب. بنفس الوقت منشوف الضربات، يعني في أيام موسى لما صار التوقيت صار الميعاد، الله طلب من موسى إنه يروح لفرعون حتى يخرج الشعب من أرض العبودية، لكن مكتوب إنه فرعون قص قلبه وكان ضد موسى وضد هاي الفكرة، ضد الله مباشرة. فالله جلب ضربات على المصريين، وهذه الضربات هي عمليا هي ضد فرعون وضد آلهة فرعون. والضرب الأخير كانت قتل كل أبكار المصريين، بينما الدينونة كانت على شعب مصر، كانت الحماية الإلهية على شعب موسى بسبب الفداء، بسبب خروف الفصح، بسبب الدم اللي رش حتى ينقذ شعب موسى من هذه الضربات، اتمتع بالحماية الإلهية. لكن لاحظ الله شو بيقول من خلال الموضوع في خروج 9، مكتوب يعني بيحكم لفرعون لأريك قوتي، وبعدين يقول أيضا مش بس قوتي، بيتكلم لكي يخبر باسمي في كل الأرض. وبتعرف حبائي فعلا هذا الحادثة ظلت عالقة لسنين. ذكرت أنا رحاب إنه تذكرت شو الرب عمل في أرض مصر، حتى في أيام صموئيل النبي لما الرب ضرب شعب الفلسطينيين القدماء بالبواسير أدركوا إنه هاي ضربة إلهية، ومين رح يقاوم الله؟ فكان كلامهم إنه لا نقاوم مثل ما أو لم يغلظوا قلوبهم كما فرعون أغلظ قلبه ضد الله، فبعتوا تابوت العهد رجعوه لإسرائيل لكي يخبر باسمي في كل الأرض. بتعرفوا بعد هذه الضربات شو الله تكلم لشعب إسرائيل؟ قال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. بتعرف أحبائي في نفس الوقت الرب حذر شعبه من الكوارث. مثلا بتشوف إصحاح البركات واللعنات في سفر التثنية إصحاح 28-21، يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض، بيتكلم عن شعبه، تحذير لشعبه. في لاويين 26 مكتوب وإن لم تتأدبوا، يعني برضو ضربوا كلام الله حرط، يعني ضرب الحائط، مكتوب وإن لم تتأدبوا مني بذلك وأرسل في وسطكم الوباء. الوباء، وهون على فكرة بقول وإن ما تبتوش 7 أضعاف رح يرسل هذا الوباء.